ردد معي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أولا. ثانيا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثالثا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رابعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خامسا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عندك حاجة اطلبها وإن شاء الله مقضية بحق محمد وآل محمد.